مشاهدين ومتابعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا في ميكرو تروتوار ديال رمضان. اليوم غنخرجوا باش نسولوا المغاربة واش كيتقلب ليهم الناس في رمضان، حيت بزاف كيعانيوا من هذه القضية. خليكم معنا باش تعرفوا مازال. لا ما تقلبيش، سوي ترو ستار. باش ليك شوي اون بيرسون تري ريغولي. ياك يكون رمضان ولا ما يكونش رمضان؟ بالعكس، رمضان جو ديفيان بلوز اكتيف. برافو. شنو تبغي تقول للمغاربة بالمناسبة ديال رمضان؟ رمضان مبارك، يصليو عبد الله، غاديين ندوا بزاف. ميرسي بوكو. ايوا بغي سولنا حنا جاوبناه وحتى حنا سولناه وهو جاوبنا. خليكم معنا. السلام عليكم، مبروك عواشرك، مبروك رمضان. صافا لاباس عليك؟ صافا الحمد لله. زربتي عليا؟ لا ما زربتش عليك، ما قلتش لك غسلي الماء عندي الفطور. شكون اللي كيغسل؟ انا كلنا كنغسلو، ماشي مشكل. قولي لي كيتقلب لك النعاس في رمضان؟ صافا شويه. ياك مي سي با ميشان، عادي. ولفنا لفنا. كيفاش كماش كتفيقي في رمضان؟ معاش ايوا تريتو، راك عارفه مع الخدمه وداك الشيء، دونك كنفيق بكري. ولكن كتنعسي بكري؟ اه كنعس بكري عادي، ما كتبدل حتى شي حاجه. آه يعني كدوزي انت عادي؟ عادي كيف ماشي رمضان. اه تري نورمال. عرفتي تكون عندك الويكاند؟ هو الويكاند تنتعطلو شويه، اون في لا غراس ماتيني. اه هاد لا غراس ماتيني تاع علاش؟ تاع 5 تاع العشيه. مي نو نو با دو تو، داك 10 ل 11 دونك. غران ماكس كنتي اكتيف؟ تري اكتيف تبارك الله عليك. ميرسي. تقولي للمغاربه بهذه المناسبه؟ ايوا رمضان مبارك سعيد، والله يدخلوا علينا وعليهم بالصحه والسلامه. وعليك حتى انت يا زين. ميرسي تبارك الله عليك. وعليكم السلام. بارك عواشرك. الله يبارك فيك علينا وعليكم. كيتقلب لك النعاس في رمضان ولا لا؟ هي معلوم كتقلب النعاس والمونه. كيفاش المونه؟ المونه كتكون كتفطر في الصباح كتولي كتفطر في المغرب. ايوا ماشي تقلبات المونه، خصو يتقلب النعاس. هو يتقلب النعاس. اه ماش كتفيق؟ ايوا اش كنقول لك انا كان سميتو ما كنعس حتى للصباح. يعني ماش انت من هذوك اللي كيفيقوا قبل الاذان بخمس دقائق؟ هذاك الشيء اللي كاين. الله يبارك فيك وليداتي. راك مشهور. اي شوف انا بنتي عرفتي كنفيق، كنتوضى نصلي الله يتقبل الجميع. كان الله يتقبل الجميع، لقيت راسي مازال مخصوش من النعاس كندوز الرقد. هذا الشيء اللي كاين. حنت الطبيب كيقول لك، كيقول لك شوف نعس ولكن مثال دابا على ايامات الفطور كيقول لك كيدير فيك الجوع نوض فطر، ولقيتي راسك مازال مخصوص من النعاس عاود ترجع نعس. بصح وكندوي سميتو تحياتي لبنياتي وليداتي وبالاخص الناس ديال كازا. رمضان مبارك سعيد، والله يجعله بالصحه والسلامه علينا وعلى جميع الدول العربيه والاسلاميه، وشهر مبارك سعيد للصحافه طول موند. ميرسي بوكو. تبارك الله عليك. انسان طيب، روح طيبه صراحه. شو نشوفوا شي وحدين اخرين واش كيتقلب اليوم النعاس، حيت كيف كنعرفوا كاينين في رمضان كاين الناس اللي كيسهروا مع كيسهروا كيقولوا غنبقاو فايقين حتى للسحور، فتجيكو كتجيهم صعيبه انهم يفيقوا بكري رغم انهم كيكونوا خدامين. ف اون فوا كيرجعوا من الخدمه عاوتاني مع جوج ولا ثلاثه كيضربوها بنعسه، سورتو الا ما كانوش كيطيبوا الفطور ما كانوش كيشقاو، يضربوها بنعسه حتى كيفيق المغرب. انا من هاد الناس بعض المرات، ولكن دابا من ولات عندي ريسبونسابيليتي بيان سور بزز مني خصني نوض. لا يبارك فيك اختي. لاباس عليك؟ الحمد لله هاد الساعه بخير. هانياك قول لي. لا بس الحمد لله. كيتقلب لك النعاس في رمضان ولا لا؟ لا كتبقى عايش عادي؟ عايش عادي. ما كنصرت حتى 10 11 كنعس. ويلي 10 11 راه باقي ما ادنش التراويح. سو كنتسحروا عاوتاني وكنفيقوا. ما كتصليش التراويح؟ كنصليو التراويح. كتغسل الماء من ورا الفطور؟ كنغسلو. عادي كنغسلو. إذا كتنعس تعاود تفيق باش تسحر. وي ضروري باش تخدم غدا. غدلي باش تخدم. وي باش تفيق بكري. هذاك الشيء اللي كاين، ياك ما بغيتو الزيت. كتبيع الزيت؟ اه كنبيع الزيت. الله يسهل لك. منين أنت؟ من أي تورير. أي تورير؟ تقريبا أش؟ تقريبا لمراكش. تقريبا الناس ديال مراكش. هي غتقول لنا شي نكتة اليوم. ديالاش ما عنديش معاهم. مراكشيين كيكون عندهم النكت. لا ما عندي معاهم أختي. يلا قول للمغاربة. رمضان مبارك. رمضان مبارك سعيد للجميع، الله يدخلوا منا بالصحة والسلامة. يا ربي امين، وان شاء الله تبيع هاد الزويتات كاملة. ان شاء الله. قول للناس ديال الاشهر الزيت ديالك بشحال كتبيعو؟ الزيت كنبيعو ب 11 12%، والزيت مزيانة. شناهي اللي 11؟ 11 11% لتر. 11%؟ اه 11% لتر. مزيان، ثمن مناسب. وي الزيت مزيان. ما غليتيش انت؟ لا.
جبتها من البلاد سيت مزيانه ماشي شي حاجه. تبارك الله عليك، الله يجيب لك التيسير. شكرا، مبارك رمضان. وجدتي شي سلو؟ مازال. علاش اش كتسنيت؟ قريب السيمانه ان شاء الله. كي جاوك الاثمنه ديال سلو؟ تقولش لي شي على المباشر. لا ماشي على المباشر. شنو نقول لك اختي، هذا العام ماشي بحال كاع الاعوام اللي دازوا، كلشي غالي. انا بغيت غير نسولك، في رمضان كيتقلب لك النعاس؟ اه كيتقلب النعاس. اش كديري مع الدراري انت دابا؟ شوف عندك دراري صغيور، حتى هما كتقلبي لي النعاس. هذا ولد اختي. اه الله يخليك. ولد واحد كبير. كبير كيتقلب لك النعاس؟ ضروري. كتسهري؟ ضروري. ماشي بزاف، حتى لوحده كنعس شويه، كنفيق نتسحر، كتصلي الفجر كتعاودي تنعسي شويه، كنمشي الصباح الخدمه حيت كنخدم في رمضان. الله يكون في العون. امين الله يحفظك. شنو تبغي تقولي للمغاربه اليوم بمناسبه الشهر الفضيل ديال رمضان؟ نقول لهم الله يدخلوا عليكم الصحه والسلامه، وان شاء الله اش نقول لك، يكون هذا العام الخير لكاع الناس. يا ربي امين، وليك حتى انت والله يخلي لك وليك. شكرا بزاف، تبارك الله عليك. شنو نشوفوا صعيب صراحه. بغيت نقول واحد الحاجه، المراه كتهز بزاف المسؤوليه، دائما غادي تقول له جو سوي فيمينيست، كنجي من المراه كنجي من المراه، ولكن ماشي كنجي من المراه. كتكون صعيبه علينا اننا نمشيو للخدمه ونجيو نطيبوا الفطور وتغسل الماعن. كاينين بعض الناس وبعض الخواتات كيديروا النوبه في الماعن، فان شاء الله كنوعدكم الحلقه الماجيه غتكون هذا السؤال ديال واش كتغسلوا الماعن ديال الفطور. نجيكم مبارك رمضان. مبروك عواشرك. الله يبارك فيك. كيدير لاباس عليك؟ عن قرب ماشي عن بعد. انا جاياك عن قرب. انا تدير التمثيل. اه ملي كدير التمثيل بلاتي معنا ممثل. ولكن ما تمثلش علينا. لا نمثل عليك بالخير. شفتي انا بواحد السيده تتكون معنا في تتحضر معنا الانشطه تتشبيله بزاف تتعاملي هي. لا ماشي انا صراحه ما استحسنش ليا الشرف باش انني نكون ممثله، ما كرهتش. اه ماشي مشكل، تبارك الله عليك. ربي يخليك. قول لي كيتقلب لك النعاس في رمضان؟ شنو قلتي؟ كيتقلب لك النعاس في رمضان؟ تيتقلب النعاس؟ اه ماشي تيتقلب النعاس، وانما ما تيبقاش هذاك النعاس اللي تتنعسو في الايام العاديه ضروري، حيت دابا ملي تتفطر في المغرب في اللي راك المهم ما تخرج مع الاصدقاء القهيوه، تمشي تصلي التراويح. تما كتغسل الماعن؟ لا الماعن تنغسل والله، الا تنغسل الماعن والله. ياك تبارك الله عليك، كنحييك عليك. الله يبارك فيك. بالنسبه للنعاس، لانك ما تتبقاش تنعس هذيك المده الزمنيه اللي كنتي تتنعس شحال. وانت لا نعسه ربما مفرق. تقدر تنعس وخصك تفيق تسحر، ولا ما بقيتيش تسحرتي راه مصيبه، غادي تصوم بالجوع ما يمكن، ضروري تصفيق. انا كندير واحد الحاجه، تنبقى فايق حتى تنتسحر باش نعس نعسه واحده. مزيان، معاش كتفيق؟ ايوا على حساب، الا عندي ما يدار تنفيق شويه بكري مثلا تسعود، ولا ما عندي ما يدار نقدر نفيق حتى 10 حتى 11. لان غير الناس بعد ما كاين الناس اللي كيفيقوا قبل المغرب بخمسه دقائق. اه بالنسبه ل ولكن كيسهروا الليل كامل وكيبقاو فايقين حتى لشي 10 الصباح الغد ليه. هو بالنسبه للصيام، دابا بالنسبه للصيام الا بغيتي يدوز لك ما خصكش تبقى ناعس النهار كله، واخا ما يكون عندك اصلا ما يدار دير شي حاجه، ملا وقتك بشي حاجه، لان انت صايم خصك دير شي حاجه، ما تبقى ناعس. صليو انت تقربوا من النور، ربما نديروا شويه الاذكار. الصيام ما تيدوزش لك من غير انت التسبيح. شكون دابا انا اللي شكون انا اللي شكون انا اللي متفق معاه يبقى ناعس النهار كله؟ مسكين اللي تيخدم الليل، اللي يخدم الليل يعني ضروري خصو ينعس. مشاهدينا رجعنا لكم، كيف ما شفتوا كانت هذه هي الاجوبه ديال الشارع الكازاوي. كاين فيهم اللي كيتقلب لي النعاس، كاين اللي لا لانه عنده الخدمه فهو مرتبط دائما، عنده دائما بحال رمضان بحال ماشي رمضان. نتوما شنو الراي ديالكم؟ خليه لينا في التعليق. تنبغي نقول لكم صحه فطوركم، دمتم في رعايه الله. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.